من واجباته. الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة. أكرر، الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة. شعائر الإسلام لفظ عام موجود. سأهيئ لك والله. قل فيه بقى ما شئت. طيب عليك. وعليكم بقى في الجهاد ونروح نحاربهم ونعمل حاضر. احصر لي الكلام. حاضر. كالأذان. كالأذان. أعظم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي يفرق بها سادتنا من أهل السنة بين دار الكفر ودار الإيمان، والصلاة والصيام والزكاة والجمع والأعياد إلى غير ذلك. الصلاة في عدم إقامتها ولا في كيفية أدائها؟ في كل صورها. ومن هنا حصل اختلاف في أمور بسيطة كأن تضع يدك هنا أو هنا أو هنا. تقصد هذه الأمور؟ لا. الخلاف في بعض الأحكام الفقهية هذا خلاف مقبول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف المسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. نرجع إلى الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة. وهؤلاء الخوارج الجلد استلوا هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية حين أفتى بها للتتار، ولم يطبقوا هذه الفتوى لا تطبيقا زمنيا ولا تطبيقا دقيقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تكلم عن التتار الذين هم في الأصل عنده كفار مضاع. لا، ابن تيمية. ابن تيمية هو من أول من أفتى بوجوب قتال الطائفة الممتنعة، وإن كان فيه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأفتى بها في شأن التتار، لأن ابن تيمية يحكم على التتار وعاصرهم وعاش بينهم بأنهم كفار بغاء، فكيف يسقط حكم ابن تيمية؟ يعني الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن أداء الشعائر الظاهرة. هم يستدلون بهذه الفتوى على كفر مسلم. حتى وإن كانوا مسلمين. هم يستدلون بهذه الفتوى على المسلمين الأصليين في بلدنا مصر. وأنا أقول متى الخوارج الذين تبعهم الدواعش. نعم. يستدلون بفتوى ابن تيمية على كفر مصر وعلى كفر جنودنا بفتوى ابن تيمية للتتار الذين هم كفار بغاة أصليون. في كتاب اسمه الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة. لا، وضباط المباحث. هل قرأت هذا الكتاب؟ نعم. لمن؟ لأبي أسامة الفارسي من السعودية. والذي يسمى بأبي جندل ولقب أبي جندل. بيقول فيه نعم أن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين. نعم. الظاهرة بأدلة الكتاب والسنة. نعم. ما حقيقة مطابقة هذا الكلام لما جاء بالكتاب والسنة والفقه الإسلامي؟ هذا كلام ضال وكلام باطل، ورد عليه بفضل الله جل وعلا من الكتاب والسنة الميسور. وأرجو أن اتسع يعني الصدر لهذا التأصيل لأنها قضية في ذات الموضوع. هم يكفرون إخواننا وأولادنا من أفراد الجيش والشرطة بإسقاط بعض الآيات القرآنية التي نزلت في كفار أصليين على مسلمين أصليين، فهو يستدل بقول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. استدل بقول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال: لم تفرق الآية بين التابع والمتبوع، فاستحق جنود فرعون حكم فرعون. وهذا
خلالهم باطل لأنهم بنوه على مقدمة باطلة، ألا وهي أن جنود فرعون استحقوا هذا الحكم لمجرد معاونتهم ونصرتهم لفرعون، وهم يعبرون عن ذلك بالمعنى الحديث العين الساهرة على فرعون وظلمه. ونسي هؤلاء أن كفر جنود فرعون كفر أصلي بالله. خلق من الكهنة أن تنظيم داعش يدعو لتوحيد المسلمين في الخلافة الإسلامية الواحدة وفتح بلاد أخرى وضمها للخلافة الإسلامية، وقال أيضا بتكفير بعض العلماء المسلمين ومشايخهم. بل ذهب أبعد من ذلك وقال أن حدوث عمليات إرهابية من قبيل الجهاد في سبيل الله. ما رأيك في هذا القول؟ وفي كلمات ماذا تقول لمن يعتنق فكر داعش؟ هذا القول أصلا قول مخالف للقرآن والسنة، وهو ناشئ عن سوء فهمهم للأدلة القرآنية والنبوية. سوء فهم ولا سوء قصد يا شيخ محمد؟ سوء فهم مع سوء قصد عند البعض. ماذا تقول له؟ لا مش عند البعض. ما أصلا لا أستطيع أن أعمل. ماذا تقول له؟ أقول له ارجع ارجع إلى الحق، واعلم بأن الدماء المحرمة للمسلمين والمعصومة للذميين والمعاهدين والمستأمنين، ورب الكعبة لو استمعت إلى وعيد الله فيها ووعيد رسوله لفكرت بدل المرة ألف مرة قبل أن تقدم على قتل امرئ مسلم واحد بغير حق وبغير مستند شرعي.